لخفر السواحل دور رئيسي في تحقيق الأمن وحماية السلامة البحرية بالتزامن مع الجهود الميدانية وأداء المهام الأمنية، كما يؤدي دورا توعويا مهما لمرتادي البحر بما يحفظ أمنهم وسلامتهم. تحقيق الأمن البحري وحماية السلامة البحرية هدف أساسي تعمل خفر السواحل على تحقيقه على مدار الساعة، الأمر الذي يتطلب ضرورة الالتزام بالإرشادات اللازمة وتطبيق القواعد المعمول بها، ومن بينها الشروط المحددة عند استخدام السفن الصغيرة والدراجات البحرية. تنوه قيادة خفر السواحل مرتادي البحر بالتأكد من صلاحية السفينة للإبحار وحالة الطقس قبل المغادرة، وإبلاغ الأسرة حول وجهتك ووقت رجوعك المتوقع، مع الحرص على حمل بطاقة الهوية ورخصة الإبحار وشهادة التسجيل القارب، بالإضافة للالتزام باشتراطات السلامة، وذلك بالتأكد من وجود طفاية الحريق وصندوق إسعافات الأولية وسترات النجاة، والتزود بالوقود الكافي للرحلة البحرية، بالإضافة إلى وجود الأجهزة الملاحية، والابتعاد عن المناطق المخصصة للسباحة، وفي حال اشتداد الرياح يرجى عدم مواصلة الرحلة البحرية، وفي حال طلب المساعدة يرجى الاتصال على الرقم 994، وفي حال عدم وجود تغطية شبكة يرجى الضغط على زر الاستغاثة في جهاز التعرف الاوتوماتيكي. ولمركز العمليات البحرية دور أساسي في تحقيق السلامة البحرية من خلال الاستعانة بأحدث التقنيات والمعدات في مجال الاتصالات والسلامة، وذلك ضمن منظومة متكاملة مع دوريات خفر السواحل وكافة الجهات المعنية. إن مركز عمليات البحرية يقوم بعملية مراقبة مياه الإقليمية لمملكة البحرين وسواحلها، وكذلك يقوم بعملية توفير الأمن والسلامة البحرية للمرتادين البحر، وكذلك يتلقى مركز عمليات البحرية عدة بلاغات بشكل يومي، منها تعطل ومنها فقدان ومنها تقديم مساعدات بشتى أنواعها لمرتادين البحر. وتبقى جهود خفر السواحل لتأمين السلامة البحرية قائمة على التواصل مع الجمهور وتنظيم الحملات التوعوية في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات الأمنية.